يا صباح الفل عليكم من ام الدنيا، صباح الفل عليكم من مكان من اجمل الاماكن السياحيه في الدنيا. انا موجوده النهارده في مكان اقل ما يتقال عليها مدينه السحر والجمال، المدينه اللي بيجي لها كل الشباب من كل انحاء العالم وخاصه السياحه المصريه والعالميه. انا موجوده النهارده في دهب، يلا بينا نبتدي حلقه جديده من برنامج ام الدنيا ونعرف ليه دهب هي الوجهه السياحيه الاولى في مصر والشباب العالم كله. يلا بينا. نعرف بدهب. هي دهب هي مدينة جوه محافظة جنوب سيناء بعد شرم الشيخ بساعة بالضبط، يعني اللي بيحب يجي هنا بالعربية بياخد حوالي 6 ساعات 6-7 ساعات في الطريق، اللي هيجي طيران بينزل مطار شرم الشيخ وبياخد ساعة بالضبط بالعربية ويوصل لمدينة السحر والجمال دهب. المدينة كلها عبارة عن ممشى طويل جدا رابط كل الأماكن ببعض، يعني المصبط او المشربه باللاجونه بالعسله بالبلو هول بالتريبولز، كل الاماكن مربوطه بممشى طويل جدا تقدر تاخده مشي او تاخده بالعجله الراعي الرسمي لمدينه دهب. هنا كتير مننا بيقول وبالذات اللي بيجي دهب بيقول من جاء ذهب عقله ذهب. ليه الجملة دي بتتقال وليه فعلا بتحصل علاقة طويلة المدى مع دهب من اول مرة بيجيها؟ اللي بيجي مرة واحدة ما ينفعش ما يجيش تاني، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الميزة فيها بساطتها، فيها البساطة وفيها الفخامة، فيها الغني والفقير يعرف يتفسح ويتبسط، فيها كل الفئات، فيها الناس اللي بتحب الساحل الشمالي وفيها الناس اللي بتحب سينا، بس دايما جامعة ما بين كل الاراء، دايما جامعة ما بين كل الاذواق. هتلاقي فيها فنادق فخمة، هتلاقي فيها الكامبات، وهتلاقي فيها الفنادق الثلاث نجوم والنجمتين حتى النجمة واحدة، فيها كامبات على البحر على طول، وفيها شاليهات وبيوت وفلل تقدر تأجرها برضو على البحر على طول. كل حاجة موجودة هنا. البساطة عنوان دهب، دايما بيحبها الشباب لانها بتعبر عن اهوائهم وبتعبر عن شخصيتهم، في الحرية تقبل الاخر، فيها كل حاجة وعكسها، الهدوء والزحمة، فيها الفخامة والبساطة. رغم كل ده محافظة على رقيها وسط كل المدن السياحية. اللي بيجي دهب وعامل حسابه ان هو مش هيقعد في فندق زي مثلا انا لما بحب اجي دهب، ما بحبش اقعد في فندق لاني بتنقل كتير جدا، بعمل كل النشاطات اللي ممكن اقدر اعملها هنا في دهب لان فعلا مش هلاقيها في اي مكان تاني. زي مثلا الغطس، موجود هنا في دهب منطقة البلو هول، تاني اعمق بؤرة من على الشاطئ في العالم كله بعد استراليا، موجودة هنا في دهب، فيها كهوف تحت المية تقدر تسبح وتعوم وتشوف الشعب المرجانية النادرة جدا، الاسماك النادرة جدا، كل ده من وانت على الشط. فيها كمان اللاجونة اللي تعتبر اسبا طبيعي جوه المية، الطمي اللي موجود في البحيرة دي بيعالج امراض كتيرة جدا، الملوحة العالية اللي فيها بتعالج الروماتيزم والامراض الجلديه. فيها سمك صغير جدا دايما يحطوه في المراكز الصحيه او في الاسبا اللي هو بياكل الجلد الميت، انت بتنزل البحيره تطلع انسان جديد. هنا في دهب جواها خيرات وكنوز كتير جدا جدا، اللي بيجي فعلا يقعد يوم او يومين في دهب لازم يجي يقعد تاني يومين وثلاثة واسبوع وعشرة من جمالها. اللي بيجي بقى يقعد في شاليه او في شقق او في فلل على البحر على طول، ما يشتريش حاجة معاه من القاهرة او ما يشتريش حاجة معاه من المكان اللي هو جاي منه. ليه؟ لان هنا الاسعار زي القاهرة بالضبط، مش اسعار سياحية بل والعكس، الاسعار كمان في حاجات بلاقيها اقل من القاهرة. الاسواق اللي موجودة في المشربة والكافيهات والمطاعم كلها في منتهى الجمال والحيوية والراحة النفسية لعينك، الالوان الكتير اللي بتديك بهجة وروح للحياة موجودة هنا في دهب. دهب هي عنوان للحياة، عنوان للراحة النفسية، عنوان للطاقة الايجابية اللي بتستمدها كل ما تيجي دهب وتشحن طاقتك كده وترجع شغلك وترجع بيتك وانت في كامل طاقتك. الاسعار هنا في دهب مش كلها واحدة، اكيد في حاجات على البحر على طول في المصبط هتلاقيها عاملة 400 جنيه في ليلة للفرد، وفي حاجات برضو على البحر هتلاقيها عاملة 1000 جنيه
في حاجات عاملة 2000، في حاجات عاملة 200 جنيه و300 جنيه، دي أسعار فعلاً موجودة هنا في دهب، وكل ما تمشي في مكان مختلف تلاقي أسعار مختلفة. هي بتناسب كل الفئات، بتناسب كل الفئات المادية، وتناسب كل الناس. يمكن دايماً أقول هي مدينة الشباب الأولى، لأن ما فيهاش نشاطات كتير للأطفال، ما فيهاش أكوا بارك مثلاً، ما فيهاش خروجات تبسط الأطفال كتير، بس في الأطفال بقى اللي بيحبوا العجل ويركوب البيتش باجي، ركوب الجمال، ويحبوا عمل الغطس والسنوركلينج، هينبسطوا جداً 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 هنا في دهب. من الحاجات الجميلة برضو هنا في دهب المشربة أو المصبط، مجرى السيل، الكوبري اللي أنا واقفة عليه ده، وحاجات كتير جداً طول ما أنت ماشي هتعجبك. تحضير الشنطة بتاعتك وانت مسافر خصوصا دهب غير تحضير الشنطة لأي مكان انت مسافره، لأن انت فعلا ما بتحتاجش تاخد لبس كتير، دهب بسيطة جدا، تيشيرت وبنطلون بتروح تشتريهم من أي مركز تسوق أو من أي محل هنا موجود في المشربة، ودايما تشتري بقى اللبس الرسمي لدهب وهو الشروال والتيشيرت أو البادي اللي عليه تطريز بدوي. ده يعني لما بتلبسه بتحس ان انت عشت خلاص في المود بتاع دهب والبساطه بتاع دهب. مفيش حاجه اسمها دي لابسه بكيني دي لابسه بروكيني، مفيش حاجه اسمها ابص على حد، مفيش حاجه اسمها اسيب حاجتي وارجع ما الاقيهاش. انت لو سبت حاجتك في مكان في دهب رحت يوم يومين هترجع تلاقيها في نفس المكان. الامانه والراحه والحياه، الالوان، الحب، السلام، الجمال، كل ده عنوان دهب. طبعا في رحلات كتير جدا بتتعمل في دهب، مش مجرد بس انك بتيجي تقعد على البحر او تنزل البحر وتعيش بقى مع الاسماك النادره والشعب المرجانيه النادره جدا اللي يعتبر مش موجود زيها في العالم كله، بيجولها مخصوص من كل مكان في العالم عشان يتفرجوا على اعماق البحار وعلى الشعب والسمك اللي موجود هنا، يعملوا سنوركل وغطس، وتعتبر المدينه الاولى للغطس في كل المدن السياحيه في العالم. المواصله الرسميه هنا في دهب هي العربيه ربع نقل، مفيش حاجه اسمها تاكسي ولا اوبر ولا الكلام ده، انت بتركب فوق العربيه او بتركب في الدبل كابينه وتقضي مشوارك حسب ما بتتفق مع السواق. كمان اهل دهب هنا بشوشين جدا، مبتسمين على طول، بيفكروك باهل النوبه في ابتسامتهم الحلوه، في بشاشتهم، في كمان ان هم بيساعدوك في اي مساعده انت محتاجها بدون اي مقابل. كمان هتلاقي ان دهب سكان منها كتير جدا اجانب، وبيفضلوها عن اماكن كتير في امريكا وفي اوروبا وفي اماكن كتير، بالنسبه لهم دهب هي الملاذ، دهب هي الراحه النفسيه. يقال ان دهب هي مركز الطاقه في العالم كله، مركز الطاقه الايجابيه، هي مشفى، اللي بيجي هنا فعلا بيشفى من كل الطاقه السلبيه اللي جواه. اي حد تعبان نفسيا، اي حد مريض وعايزين نعمل له فترة نقاهة بعد عملية بعد أي شيء، أول ما يجي دهب يومين بس وهتلاقي طاقته اتجددت فعلا. ومعلومة إن دهب هي مركز الطاقة هي غير مؤكدة، ولكن كل اللي جه هنا حس بكده فعلا. من الرحلات اللي ممكن تروحها هي رحلة لأبو جالوم، وهي محمية طبيعية من أجمل المحميات، فيها البلو لاجون، بحيرة يعني كريستالية، بحيرة ألوانها بتتغير كل ساعة مع الشمس، من التركواز للبني للأزرق القوي للأزرق الفاتح، ألوان فعلا كل ساعة بصورة مختلفة مع البحيرة الجميلة دي. كل مكان هنا في دهب مميز، كل مكان هتروح وهتتمشى فيه في دهب هتحس ان انت مهما رحته 100 مرة اول مرة تروحه. دايما هنا اهلها بيحبوا يجددوا في كل جزء فيها، كل سنة هتلاقي ديكور مختلف عن السنة اللي قبلها، الالوان مختلفة، مدينة الالوان، مدينة دهب، المدينة السياحية الاولى وجهة الشباب في مصر والعالم كله. كانت حلقتنا النهاردة من ام الدنيا.